بنينا حضارة الأنباط في البتراء، وأنتم بنيتم حضارات بلاد الراحتين، وبنيتم أهرامات مصر، فأنتم البناء، نحن كلنا بناة هذه المنطقة وهذا الوطن. والآن واجبنا معا وبسواعدنا وسواعدكم كلنا معا أن نبني الصروح لأبنائنا وأحفادنا لمستقبل زاهٍ وباهٍ بزهاء تلك الفترات التي نفتخر بها. هذا الكلام يتطلب عمل، يتطلب جهود من قبل الحكومات المعنية، ولكن أيضا من قبل القطاع الخاص. لقد شكلنا فريق عمل بين الحكومة الأردنية والعراقية، وأدعي أننا ذللنا معظم الصعوبات وبلغة الهندسة وضعنا أساسات مهمة وقوية لبناء هذا القطاع بشكل تكاملي بيننا، إن كان في التصميم، إن كان في الاستشارات، إن كان في الصناعات الهندسية، أو إن كان في المقاولات. وبقي الشيء المرحلة القادمة، وهي في ذلك نعول عليكم في بناء الأعمدة والجدران والجسور لنصل إلى صرح جميل مشترك بنته الخبرات العراقية والأردنية والمصرية أيضا في بلادنا، في بغداد وفي عمان وفي القاهرة. وهذا ما يتم فعلا. احنا عندنا صروح في عمان نفتخر بها، بناها المستثمر العراقي والمهندس العراقي، وان شاء الله نعيد هذا التكامل بين دولنا الثلاث بشكل يفخر به شعوب الدول الثلاث. ففتحنا اولا الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية اللي بيمكن المواطنين العراقيين من الحصول على الموافقة إلكترونيا. أيضا مكاتب الملكية الأردنية ومكاتب في العراق، ومكاتب الخطوط الجوية العراقية، ومكاتب الشركة الأردنية للطيران، ومكاتب جت أيضا. الآن هذه المكاتب جميعها صارت تصدر فيز. ومع ذلك نقول ما هي التحديات وما هي الصعوبات والمعيقات في المرحلة المقبلة، وسوف نذللها. لن نرضى أن تكون هذه العلاقة الأخوية الضاربة في التاريخ إلا في أعلى مستوياتها إن شاء الله، ولن نكل إلا عندما تعود هذه الصروح ونراها. وبدأنا من الآن نرى أن العراق الشقيق استعاد عافيته، ونراه يعود بألقه، ونحن سعداء بأن نكون جزءا ولو يسيرا من قصة النجاح هذه. إحنا معكم في السراء والضراء، ولكن بالتأكيد لا سمح الله بالضراء سنقف إلى جانبكم، والمستقبل أمامنا واعد إن شاء الله. والله يعطيكم العافية، وكل عام وأنتم بخير، ونفتتح هذا. شكرا.